بسم الله. مرحبا مشاهدي الافاضل اينما كنتم. الجوله التاسعه من الدوري الانجليزي الممتاز بعد تعثر تشيلسي على ميدانه عندما تعادل بهدفين امام مانشستر يونايتد. ولو انه عاد من بعيد وسجل هدف التعديل في الوقت بدل الضائع، تضييعه لنقطتين على ارضيه ميدانه قد يسمح للمان سيتي بالانفراد بمقدمه الترتيب في انتظار ما سيفعله ليفربول. ثلاثي رائد ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لحد الان من دون خساره، سيتي تشيلسي وكذلك تنفيذ هذه المخالفة جودمونسون بالرأس مرة سلامات سام فوكس. الضربة الرأسية من الويلزي تفوق على دفاع فريق مانشستر سيتي الذي نجد في احتياطه اليوم كيفن دي بروين. الكرة البعيدة الممتازة هاي لوبا با 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 رائعة. كرة رياض محرز في اتجاه سيرجيو أغويرو، هل كان في وضع التسلل أم لا؟ توزيع من أروع ما يكون، لم يكن متسللا في هذه الكرة سيرجيو أغويرو الذي يضيع. صانع وقال برناردو سيلفا رياض مازال محرز يزل. السيتي يريوقين دافيد سيلفا استلم الكرة دخل التوزيع وكرته لم تكن موفقة. راح لروا صانع والتغطية الدفاعية الرائعة من أدوا أرون ريو با 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 رائعة. حطها لك بالمليمتر يا سيرجيو يا أغويرو، كرة أولى حطها لك فوق راسك والثانية على رجلك اليسرى يا سلام، من أروع ما يكون. من صاني لروا دافيد إلا لغول سيرجيو أغويرو يسجل جول. لم يجسدهما وكرة واحدة هنا تمكن من تسجيل الهدف الأول والسادس له. ثلاث فرص هدف واحد لمانشستر سيتي عن طريق القناص ليروا عن طريق القناص سيرجيو أغويرو يسجل سادس أهداف هذا الموسم في الدوري. قلت لكم على اليسرى تشارلي تايلور يلحق والتوزيع كومباني التوزيع رائع ورياض والدفاع مثل ما جاءت على الطائرة. توزيعة مندي في اتجاه رياض ضربها بيسرى ضربت في الدفاع وراحت ركنية أخرى لصالح السيتي. دخل رياض اي 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 كرة فرناندينيو سيلفا أغويرو ودافيد با 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 رائعة. أغويرو ودافيد سيلفا رفعها فوق الحارس راحت برا. عند الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول كاد يفعلها أغويرو مجددا ودافيد سيلفا. مر عنده الكرة الآن باليمنى وباليسرى رياض محلول با 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 رائعة. من أروع ما يكون. وراحت مباشرة أولالا أولالا يا مندي أمام العملاق سام فوكس الويلزي. هذا الاحتكاك يبقى بنجامي مندي سقط على أرضية الميدان. سلامات طبعا عندما ترتقي بهذا الشكل. شوف فصل رياض ولا لا بابا ديفور أرضية ممتازة وخطيرة جودمونسون رائعة من يوان جودمونسون. هذه التسديدة باليسرى على يمين الحارس مورا إيدرسون لم تخرج تماما بعيدة هذه الكرة على مرمى إيدرسون وإلا كاد يأتي هدف التعديل. برناردو مازال برناردو سيلفا با 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 رائعة وأغويرو يا أغويرو كنت ستنهي الشوط الأول بأريحية كبيرة لو سجلت الهدف الثاني في هذه اللحظات. اللعبة هذه المرة كانت من برناردو سيلفا من أروع ما يكون. شكرا للزميل حفيظ دراج. بسم الله. مرحبا مشاهدي الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا نحييكم ونلتقي بحضراتكم من ملعب الاتحاد ستاديوم ومجريات الشوط. حارس يلعب لدافيد سيلفا دافيد والدفاع أغويرو من هنالك على الجهه اليسرى يراقبها رجع للخلف يبقى احد اللاعبين ساقط بسرعه بسرعه. تسديده دافيد سيلفا ضربت في القاريه وحتى الاتحادات المحليه تصل إلى حد منع إجراء
أي مباراة في حالة عدم وجود طبيب فوق أرضية الميدان، على الأقل طبيب واحد. فلي فرناندينيو تلعب لروا صاني، والدفاع الحكم قال لا وجول، الحكم قال لا وجول. برناردو سيلفا يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي. الكل ينتظر قرار حكم المباراة بإعلان ضربة الجزاء في رمشة عين. سيتي ويسجل ثنائية في ظرف دقيقة. فرناندينيو جاء من ريو دي جانيرو ومن ساو باولو، سدد كاروخ على يسار جوهارت وسجل الهدف. كيفن دي بروين في رابع موسم له مع مانشستر، موسم مبكرا لعب تصفيات الدوري الأوروبي خرج منها. اي نعم، راحت دي بروين رياضة. شفت ماذا منح لك دي بروين يا رياض؟ رائعة التمريرة هاته من كيفن دي بروين. رياض محرز بيسراه صدها الحارس. إذا دخل لنون دي فور، الحارس راح دافيد سيلفا. أغويرو أغويرو أغويرو، الحارس عندما ينطلقون عندما ينطلق هجوم مانشستر سيتي في هجمات معاكسة كمية خطيرة. دافيد سيلفا صاير رقب كورتو لوتونو كومباني، وصل صاني دفاع جيزوس وصاني وجيزوس دفاع جدا في وسط مجموعة هجومية بهذا الشكل. يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا.